النوافذ مع عبد الرحمن الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل خير أسعد الله أوقاتكم، أحييكم على موعدكم الأسبوعي مع برنامج نوافذ. نافذتنا الأولى: عيادات العيون أعيت المراجعين وأتعبتهم، فإضافة إلى صعوبة قبول الحالات والعراقيل التي يتم طلبها من المريض من خطابات واعتمادات علاج، يدخل المريض في دوامة طول المواعيد للدخول على الطبيب أو حتى لإجراء العملية، ويعاد طرح التساؤل الكبير حول أسباب تأخر المواعيد وصعوبة قبول الحالات. عندي سكر وضغط وكوليسترول وكلها، فهذا يعني اللي أثر على بالنسبة للعيون. الحين ما أشوف ضباب. عندما يبدأ النوم بالانحسار تبدأ حكاية جديدة في الصراع للحفاظ على نعمة البصر. هي قصة أبو عبد الله الذي فقد بصره بعد رحلة علاج طويلة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. حكاية يرويها لنا بلسانه. اليسرى يقولوا أن يبغى له ليزر يشوف في انخفاض اليسرى، ما عاد كل ماله في تدني، وبعدها راحوا يسوون عيني هذه، لكن أعطوني موعد بعد سنة. ما يقول انتظر حتى نتصل عليك. وبعد السنة رحت لهم، كان عندي العين منتفخة، ورحت الإسعاف وأسعفوني كل شيء هذا، ورحت. الحين ما أشوف ضباب. بعد أن استلمنا رسالة أبو عبد الله، ومن أجل مصداقية الطرح توجهت كاميرا نوافذ لرصد الواقع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لنقف على الحقيقة. مواعيد تأخير، عدم اهتمام، هذا المواعيد شيء. سنة ونص انتظار والحالة اشتدت، وجايد الحين ومعطيني موعد بعد شهر عند استشاري ثاني، مو عند نفس الدكتور. يوم جيت فلي ما فيه اهتمام ولا فيه أي حاجة، يعني انتظر يعني من الساعة 12 وحالة الولد متداولة، يعني كل يوم يقولون تدخل عينه داخل من شفت، وقالوا لازم من الوقت يعني تستخدمه هو لا تضيع وقته، وأنا ما لقيت أي فائدة. السكرتية يتلفظون بالفضمية الطيبة، والمرضات ما حد منهم ينفع ولا حد بيمنه ولا حد يتكلم منها. الحديث عن قوائم الانتظار في المستشفى حديث حقيقة يستحق الوقت والإشارة والتركيز. قوائم الانتظار في المستشفى بدأت من عام 1990، يعني نتحدث عن أكثر من 20 عام، وبالتالي وبأسباب كثيرة جدا ليس هنالك متسع للحديث عنها. وبالتالي طالما أن هذه القوائم لها فترة طويلة فنحتاج لوقت للتعامل معها. لا الحمد لله، أعطوني موعد بعد 10 أيام، أسبوعين تقريبا، وقابلني الدكتور وسويت الموعد، سويت الليزر. والله ما أقدر أقول سيئة، أقول فيه نقص بالنسبة لا للاستقبال ولا للموعد. وعانيت من الموعد، حضوري للموعد، موعدين الساعة 12 و6 دقائق، ما فحصت إلا بعد ساعتين. إذا المريض لا يحتاج القبول في المستشفى وبإمكانه عمل عملية أو خدمته في مدينته التي يسكن بها لكي نوفر على المريض تكاليف العلاج وعناء السفر، فنقوم بإعادة الأوراق المرسلة لنا مع ذكر سبب عدم قبول الحالة. بما أن المستشفى المتخصص ما هو في الرياض، حتى هو متخصص الوحيد في الشرق الأوسط ومتخصص كتخصصي للعيون، فعليه عدد مهول يعني من المرضى. احنا نشوف من جميع مناطق المملكة، نشوف مرضى حتى من دول الخليج، من بعض الدول العربية، أعداد مرضى عالية جدا. ومع ذلك والله الحمد يعني خلال الفترة القريبة فعلا يعني إدارة المستشفى بالتعاون مع العيادات ورؤساء الأقسام حاولت أنها يعني تنقص عدد قائمة الانتظار المرضى بشكل حاد جدا. خلال 3 سنوات الماضية تم التعامل بشكل كبير في قوائم الانتظار، وذلك بإعادة هيكلة أقسام المستشفى المختلفة، و
بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز وإضافة مجموعة من الزملاء المتميزين السعوديين، مما أدى ذلك إلى انخفاض كبير في عدد قوائم الانتظار. وإضافة إلى ذلك تم افتتاح عيادات مسائية في أكثر لها الآن أكثر من عام. جميع هذه الأمور أدت بشكل كبير ومباشر بخفض قوائم الانتظار. والله خدمات ممتازة مرة ما مثلها، وعلى مواعيد صح وعلى علاج صح، والله جاهم خير منا. مواعيدهم يعني 6 شهور 7 شهور، هذا اللي تأخرنا المواعيد، ولا خدماتهم عليها ممتازة. جينا هنا الساعة 9:30 على الطوارئ، وحصلنا الاستقبال وحصلنا تقدير وحصلنا كل شيء، يعني بمعنى كلمة مستشفى ممتاز لأبعد الحدود. والله المواعيد لنا 3 ساعات كل شيء خالص، ما عاد إلا الأشعة. 4 مستشفيات للعيون سوف يتم إنشاءها ضمن المدن الطبية التي صدرت أوامرها أخيراً، وسوف تكون على تغطي جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى مستشفى الملك خالد التخصص العيون. تم إرسال مجموعة من الأطباء إلى مناطق المملكة المختلفة، خصوصاً في المناطق التي يقل فيها تواجد أطباء العيون، وهم متواجدين على مدار الساعة. We also have نستقبل هنا كذلك عدداً من المرضى المراجعين يفوق عددهم المراجعين مستشفى مثيل في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، وهذا مدهش. الآن أستطيع أن أقول والحمد لله تم انتهاء معظم قوائم الانتظار إلى نهاية عام 2011، بل في جميع التخصصات، بل في بعض التخصصات انتهت قوائم الانتظار تماما. نكلمهم ما حد يرد علينا، الواحد يكلمنا مطرب خشمه. احنا جايين نراجع، ما احنا مو يصرفون علينا مخابيهم ولا منهم شيء، هم موظفين براتب، المفروض يحللون راتبهم اللي هم ياخذون. قوائم الانتظار في مستشفيات العيون هو حديثنا في نوافذ، في النافذة الأولى تحديداً. ضيفنا هو الدكتور عبد الإله الطويرقي، مدير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. أهلاً بك دكتور. أهلاً وسهلاً، سعيد بحضوري لكم، وسعيد أيضاً بزيارة القناة الإخبارية، وأشكر المعد والمخرج وأشكرك شخصياً وجميع الطاقم الذي زار المستشفى، وأشكرهم الجميع. الله يحييك دكتور. السؤال الأهم، لماذا هناك قوائم طويلة بالانتظار؟ بعضهم يجلس سنة، بعضهم 6 شهور 8 شهور، ليش هالمدة الطويلة؟ وما يخفاك يا دكتور أنه أحياناً طول فترة الانتظار وتأخير فترة العلاج تزيد المرض وتتركه أكثر سوء. جميل، حقيقة نحن نقدر هذا الشيء، والمريض فعلاً يعني تعترفون أنه في تأخير؟ نعترف أنه في السابق، الآن الحمد لله الأمر تغير، ودعنا أتحدث بشكل أكثر تفصيل. هذول ترى ما رح نلهم إلا من يومين اللي يشتكون المواعيد، نعم. من 6 شهور 8 شهور، نعم. ما بده يتغير، ما في شك. هو في الواقع نحن نتحدث أنه قوائم الانتظار بدأت في منذ أكثر من 20 عام، وبالتالي من 20 سنة بدأت، من 20 سنة. وكان حقيقة في ذلك الوقت نتكلم بأنه كان عدد أطباء العيون السعوديين يعد على أصابع، بل أول ما بدأ المستشفى قبل 29 عام لا كان لا يوجد أي طبيب سعودي. ثم بعد ذلك بدأ المستشفى في العلاج وبدأ في التدريب، وحينما صارت أول أزمة في الخليج ترك مجموعة كبيرة من الأطباء الأجانب المستشفى ورجعوا إلى بلادهم، وبالتالي بدأت قوائم الانتظار في التكدس. طبعا هذا الشيء بدون أدنى شك يعني بدأ تدريجيا في زيادة قوائم الانتظار. كم صارت توصل؟ تتجاوز يعني سنة؟ يعني بعضهم أكثر من سنة؟ نعم، في السابق كانت تتجاوز أكثر من سنة. السابق هذا كم؟ يعني أتكلم يعني ما بين من الآن تقريبا 7 سنوات 8 سنوات كان فعلا كانت توصل القوائم الانتظار لفترة طويلة. طبعا في سبب أيضا آخر، أنه المستشفى كسب سمعة كبيرة جدا، وبالتالي الكل يرغب التجاه له. السبب الثالث، بس لحظة، في غيره؟ يوجد في غير تخصصي لو الناس بيعالجوه؟ يوجد مستشفى الظهران التخصصي،
بنفس المستوى والإمكانات؟ يعني ربما أنه مجتهد في المجال ذا لكن لم يصل بسمعة مستشفى الملك خالد قيصر العيون، ويوجد أيضا مستشفى العيون في جدة، لكن الكل يرغب التحويل إلى المستشفى الملك خالد قيصر العيون. الآن نحن نستقبل المرضى من جميع مناطق المملكة، يوجد لدينا 18 لجنة طبية في وزارة الصحة تحول المستشفى، يوجد لدينا لجان طبية من مستشفيات الحكومية الأخرى، الدفاع، الداخلية تحول المستشفى. كم لجنة تحديدا؟ أكثر من 18؟ أي أكثر طبعا، 18 وزارة الصحة كلها تحول لكم؟ كلها تحول المستشفى، تقريبا نصل من اللجان هذه بمعدل 400 إلى 500 مريض شهريا. طبعا حينما يتحول المريض يتم قراءة التقرير من الاستشاري المتخصص. طبعا أود أن أشير هنا أن لدينا 8 تخصصات دقيقة. وش عدة هذه؟ مقدمة العين القرنية والعيوب الانكسارية، الشبكية، التهابات العين، الماء الأزرق أو الجلوكوما، أعصاب العين، الحجاج، ايضا اللي يسموها هيستوباثولوجي اللي هو انسجه العين البصريات. ايوه، فحينما يتحول المريض يحول في حسب التخصص للطبيب الموجود، فهو يحدد حاله الحاله، بامكانه يطلب ان المريض يحضر للطوارئ مباشره، بامكانه يعطيه يحدد له موعد حسب حاله الطبيب. طيب، ولدينا ثلاثه مداخل للمستشفى، التحويل من استشاري اللي هو من اللجان، زين. المدخل الآخر هو العيادات الأولية ويشرف عليها استشاري، ونفس الطريقة يتم الكشف على المريض، تعتمد على حاجته، إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي فورا يحول للطوارئ، وإذا كان يحول للتخصصات ثم الطوارئ. بنتحدث عن الأساليب العلاجية. أنت قلت أنه قبل 3 سنوات كانت فعلا المواعيد تنتظر وقت طويل، الآن وش اللي تغير؟ الآن صار إعادة هيكلة في المستشفى، أضيف مجموعة من الأطباء الذين ينظرون إنه المريض هو العامل الأساسي. أول ما كانوا ينظرون. لا هو موجود، هو هي موجود، بس قصدي إنه ما كان في متابعة لكم الإنتاجية، لأنك أنت ترغب عشان. الآن تتابعون كم الإنتاجية؟ الإنتاجية طبعًا في. تذكر تقرير صحفي طلع عن المستشفى العيون؟ وقال إنه في بعض الأطباء ما يشوفون إلا يمكن حالة أو أقل. لا ما هو صحيح أبداً. عندنا أنا ممكن، جميل جداً أنت أثرت الموضوع ذا، ممكن أعطيك جدول مثلاً اليوم، هذا مجرد جبته على أساس إنه اليوم. أبي فعلياً كم يشوف الطبيب من حالة؟ فعلياً يشوف ما بين طبعاً تعتمد على التخصص، ما بين 20 إلى 24. هذا الأطباء مثلاً عيادات اليوم، شوف العدد لكل طبيب وكم، ممكن لو يعملوا لها زوم على أساس ترى كيف يكون جيد. طيب، هذه واشرح لنا عليها الآن. وش اللي تغير الآن؟ محدد عدد الأطباء في المرضى في كل طبيب. العدد الكلي ممكن لو تجيب لي أو الإخوان بس بعد ما يخلصون. محدد في كل طبيب كم لديه مريض، من المساعدين في الطبيب. متى طبقتوا النموذج هذا؟ هذا موجود، هو حقيقة موجود، لكن المتابعة من كم موجود من فترة في المستشفى، لكن صارت المتابعة أدق. وقبل المتابعة كان فعلا فيها الملاحظات؟ في ملاحظات. لا لم يحدث انه يوم من الايام انه مريض يكون لديه طبيب ما عنده حالات او عنده ابدا. هذا من انشاء المستشفى، عندنا نظام محدد، وكل طبيب بالمناسبة كل طبيب يكون لديه 6 سيشن، يعني 6 انصاف يوم، يعني السيشن يسمى نصف يوم. محدد في عيادات وعمليات. طيب. ومحدد والتحديد المرضى لا يتدخل فيه الطبيب، اوتوماتيكيا يتم تسجيله من المواعيد. طيب، ودي تقول لي الان كم صارت المواعيد، كم تجلس المواعيد الان؟ المواعيد الان احنا اساس نكون اكثر وضوح، احنا تعاملنا مع المواعيد، وقفنا اللي كانوا ينتظرون 2 و3 سنوات، الان اصبحنا الى نهايه 2011 انهينا معظم المرضى الموجودين في التاريخ من قبل إلى 2011. طبعا في نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، وهو أيضا نقطة مهمة جدا للإخوان، في بعض المرضى لم يحدثوا معلوماتهم، فمثلا نرغب إعطاء موعد فما نجد البيانات الموجودة، التليفون والاتصال غير صحيحة، فما تستطيع. طيب، الآن في مواعيد توصل 1 سنة 8 شهور؟ نادرا إلا إذا طلبها الطبيب. في بعض الأحيان الطبيب هو اللي يقول. أي طبعاً، يعني الطبيب الآن يحدد الموعد 3 أشهر 6 أشهر، ممكن يحدد 1 سنة.
نقطة ليش يحددوا سنة أيضا؟ في بعض المرضى حينما تنهي علاجه تجده يصر على البقاء. يبي يراجع، يخاف يمرض ثانية مسكين. لا تلومه. بس أنا أيضا عندي طوارئ مفتوحة، ويستطيع أن يعالج يجي في أي وقت إذا صار له حدث، وفي نفس الوقت ممكن يتعالج في منطقته. وهذه النقطة الأخرى اللي ساعدت على تخفيف القوائم، أنه أنا الإدارة المستشفى ممثلة في وزارة الصحة، وزارة الصحة بمعالي وزير الصحة ونائبيه حقيقة مجتهدين في الموضوع ذا، أصبحوا ينشطون الأقسام الموجودة، وأصبح عدد الأطباء اللي نقبلهم الآن تضاعف. طيب التدريب الآن عليكم ضغط من المرضى، ضغط طبعًا كبير، طبيعي ضغط جدا كبير. هذا أحد الأسباب اللي خلت في زحمة في المواعيد بدون أدنى شك. وفي تقريبا في عدد طيب. تقريبا بس أعطيك تقريبا عدد الملفات إلى الآن 450,000 ملف. هل أمراض العيون عندنا في ازدياد؟ طبعا في ازدياد، أو كثرة، أو أنه ما في إلا أنتم والناس يجونكم؟ كلاهما، لأنه كلهم. لا تنسى كلاهما، لأنه الآن الحمد لله طبعا بوجود الرعاية الصحية أصبح عمر الإنسان أطول، وبالتالي أصبح بحاجة للعلاج. أيضا في كثرة أو انتشار مرض السكر أصبح يؤثر على الشبكية ويؤثر على العدسة، وبالتالي طيب أصبح طيب في جزئية يعني مهمة، وناس كثير حملون أمانة هالجزئية هذه لابد أن نسأل عنها. الآن المستشفى حكومي صح ولا لا؟ صحيح. ويعالج الناس بلاش؟ صحيح. ليش تطلبون كفيل مالي وتطلبون خطاب إذا جاكم الشخص تقولون جب خطاب من الأمارة؟ يعني الآن هذه ورقة موعد، يعني ودي خلي الكاميرا تقربها، هذه ورقة موعد فيها مكتوب تحت الكفيل المالي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. يعني كل مريض تطلبون منه لا. ورقة لا. تعميد لا. أنا أعرف حالات جت في الطوارئ. جميل. أنا أعرف حالات جت الطوارئ واشتكولنا، بعضهم من سنتين بعضهم من 3 سنوات. جميل. جولكم في الطوارئ يبونكم تعالجونهم رفضتوا. جميل. قلتوا لازم تجيبوا لنا أمر. جميل. الناس كلهم قادرين يجيبون أمر. جميل. ما لا جميل جدا، جميل النقطة هذه. ليش سويتوا هالإجراء؟ جميل. قل لي. الإجراء هذا متبع منذ إنشاء المستشفى. طيب. هل هو إجراء سليم؟ لا أنا بوصل لك الآن. أنت شوف إجراء سليم. لا أنا بوصل لك الحين النقطة. الآن يوجد 17 تشخيص. إيه. يستطيع أن يتعالج في المستشفى على حساب وزارة الصحة، وغيرها لازم يجيب خطاب، ولا حتى الخطاب ليس ملزم. الخطاب ليس ملزم، حتى الخطاب هو ملزم يا دكتور. لا ليس ملزم. ناس كثير الآن. جميل. ناس كثير ما يدخلونه. جميل. دكتور أنت تدري عن الوضع؟ لا تتحدث لا نتكلم بالواقع. أنا داري عن الواقع. معليش خلينا نتكلم معك على أساس تكون الرؤية واضحة. حينما يأتي مثلا خطاب من إمارة الرياض، زين، طيب المريض إحنا لابد نفحص على المريض في العيادات الأولية. طيب إذا كان المريض ضمن أهلية العلاج يتم فتح ملف. طيب النقطة الأخرى اللي أثرت عليها وهي موضوع في ناس ضمن أهلية العلاج، يعني إحدى الحالات يا دكتور عندها انسداد في القناة الدمعية، عينها منتفخة كانت بتنفقع، رفضتوا تعالجونها بالطوارئ. معلش رفضتوا، قلتوا جيبوا ورقة، لازم تجيبوا ورقة من الأمارة. جميل. جيب لي ما الكلام دكتور الموجود. معقولة ما تعالجون الناس؟ لا مو صحيح. لازم تخلوهم يجيبون اوامر. لا 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 ما حد يقدر يجيب امر. بالعكس لعلمك الان في انظمه هذه صعبه الان. طيب انا بعطيك في وقت الناس يبون علاج وانتم تجيبوا امر علاج. صعب يا دكتور. بعطيك جدا الان في تحديث اهليه العلاج لا يوجد في اهليه العلاج شيء اسمه امر علاجي. اجل صرتوا ترفضون الحالات؟ لا ما تقبلون. لا معليش بس احنا لازم نفرق. انت اذا تكلم انك انت تخصصي من الدرجه الرابعه، طيب معنى بالحالات المعقده، لا يمكنني أنا أجيب لي أقبل حالات بسيطة لأنه ممكن يقبلها مستشفيات العامة. طب عشان نكون واضحين، عشان نكون واضحين يا دكتور والمتلقي يعني تتضح له الصورة. ما هي الأمراض اللي تقبلونها بدون خطاب أمر علاج؟ طيب الناس مرضى بيعالجون، علمنا عشان الناس يعرفون. جميل. ما يضطرونهم يجيبون أوامر علاج. وشي طبعا هي فوق 17 حاجة، لكن بعطيك جزء منها. لا قدر الله إذا كانت العين فيها ضربة مفتوحة بأي سبب، زين. طيب زين. يعني إصابة في العين، انفصال الشبكية، أورام العين المختلفة، زين، أيا كان، سواء الأورام اللي تصيب الأطفال أو الأورام اللي تصيب التهابات أعصاب العين الحادة داخل أعصاب العين، زين، التهابات العين اللي تسمى اليوفيتيس، المريض اللي عنده عين واحدة طبعا هذا وعنده طابعينها في كتاب يشوف المريض اذا دخل يعرف يعرف حقه متى تعالجون متى ترفضون. نعم وموجوده في موجوده حتى في الطوارئ مطبوعه جميع الحاجات، لا يرجع لاداره المستشفى الطبيب ولا يرجع لاي شخص ضمن الحالات هذه يتم
فتح ملف اوتوماتيكيا على حساب الوزاره. طيب اذا جاكم مريض بسبب بعيد نقطه مهينه، لا يوجد في النظام المدن الطبيه، وهذا ايضا من الحدث اللي انت قلت لاستحداث انظمه المستشفى. في انظمه المدن الطبيه الحديثه اللي صدرت مؤخرا، لانه كان لكل مستشفى من المدن التخصصيه كان اداء مجلس اداره، معالي الوزير جمع المدن الطبيه كلها اللي هي تشمل مدينه الملك فهد الطبيه فيصل مستشفى الملك فهد ومدن الطبيه الحديثه، جميعها اصبحت لها نظام واحد سواء في اهليه العلاج او في الانظمه الداخليه. طيب غير 17 مرض اذا جاكم تطردونه تقول لك اذا عندي. جاني واحد مثلا عنده حساسيه، طيب حساسيه بسيطه جدا، انا ماني لانه لو تفرغت لعلاج هذه الحساسيه انا حترك الاشياء اللي بنيت من اجله. المستشفى انت كما تعلم قبل 28 سنه او قبل 29 قبل انشاء المستشفى المرضى كانوا يتجهون الى خارج المملكه للعلاج، فالان انا المستشفى يجب ان يعنى بالحالات الصعبه والمعقده. طيب والاشياء اللي قلت عليها هذه يتم الاعتناء بها من المستشفيات العامه. العمليات كم انتظارها الان؟ زراعه القرنيه وما الى ذلك. زراعه القرنيه الآن طبعا عندنا إحصائية لو حبيت نبينها، ودنا نستعرض إحصائية بعدين بس الحين الحالات. زراعة القرنية إحنا نزرع تقريبا معدل 1000 وما فوق سنويا، اللي يضاف في القائمة 1000 إلى 1100، فالمريض عادة ما بين شهرين إلى 3 أشهر هذا يكون في قائمة الانتظار. طبعا قد يكون بمشي معك بس أقول لك نقطة. نعم. يعني دكتور أنت تحكي كلام ما نشوفه على الواقع، إذا سمحت لي. جميل. أنت تقول الآن شهرين 3 شهور. جميل. هذا رجا الشمري مرسل لنا في تويتر وموجود يقول يا جماعة لي 3 سنوات أنتظر. طيب. زراعة قرنية. طيب. يقول لو بروح للأردن يومين. جميل جميل أعطيك إجابة. أعطيك إجابة. تقول لي تو شهرين 3 شهور. طبعا أعطيك إجابة. السؤال هل الأخ نقدر رأيه هل حول في نقطتين مهمة جدا وأنا هذه جميل أنك أنت أثرت واجب. الآن حينما يأتي المريض ويحتاج لزراعة قرنية. زين. طيب. خلينا نقول قبل ما يحتاج زراعة قرنية أتكلم عن اللي هي القرنية المخروطية. طيب في طرق قبل زراعة قبل الزراعة اللي هي عبارة عن نظارات وعدسات لاصقة وما لذلك. المريض يتكلم في فترة إنه نحاول معه وسائل علاجية قبل نوصل إلى الزراعة. طيب لكن كيف جزمت وانت ما تعرف الحاله؟ انا اعطيك وانت كيف جزمت انها هو قال هو قال حددوا لي عمليه خلاص. جميل. جميل. حددوا لي عمليه وقالوا لي انتظر. جميل. اذا كان ما قال هو فتره علاجيه. جميل جدا. إذا لا تؤولها يعني. لا 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 معليش انا بقول لك اذا كان فعلا المريض ارسل لبنك العيون واعطي في قائمه انتظار بنك العيون واخذ 3 سنوات ارجو وانا اقولها امام الجميع ان يتم طلب الملف المريض ويتم التاكد ايش السبب، هل هو فعلا بس انا اقول لك عامه الموجود. لانه انا الان مثلا اعطيك مثال بسيط، هذا الان قوائم الانتظار خلينا نتكلم بمجرد مجرد بارقام بسيطه جدا، يعني خلال ما بين 2008 الى بدايه 2012 يناير عدد المرضى المضافين لقوائم الانتظار 4272 مريض. 4272. طيب كم عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات؟ 4185 مريض. وكم عدد اللي رفضتوهم؟ رفضوا تستقبلوهم؟ لا، زراعة القرنية أي مريض يحتاج لزراعة قرنية سواء كانت قرنية مخروطية أطول مدة ممكن ينتظرها مريض كم؟ في الوقت الحالي إذا كان الطبيب موجود وأنه مثلا ما له العلاقة بشيء أنا أعتقد في اعتقادي أنه لن تصل كمريض لن تصل في اعتقادي إلى 6 أشهر لن تصل. طيب يا رجا الشمري أنت تقول لك 3 سنين تنتظر زراعة القرنية. نعم. روح بكرة للدكتور. جميل. أنت قلتها في التلفزيون 3 شهور صباح بكرة الصباح تروح الدكتور. بكرة الصباح يجيني يقول 3 شهور نعم يجيني الأخ رضا الشمري يجيني الصباح رجا مريجين الصباح في المستشفى وبعدين ومن هم في حكمه كل اللي مثله بعد. جميل ومن هو في حكمه. نعم في طيب. نقطه مهمه جدا بعطيك ممكن الاخ على اساس هذه النقطه. زراعه القرنيه في نوعين في 3 انواع، في نوع يسمى زراعه القرنيه البشريه. طيب وفي يسمى زراعه القرنيه الصناعيه. طيب. طيب زراعه القرنيه الصناعيه بدات في بدأ المستشفى فيها من عام 2009. ممتاز. طيب الى نهايه 2001 عفوا الى 2012 بدايه جنوري اجريت 36 زراعه. هذه اللي ربما تاخذ وقت اكثر لسبب انه صناعه القرنيه ان تتعامل مع قياسات ومع مصنع، يعني ممكن يرسل لك القياسات وتكون ما هي دقيقه وبالتالي انت تضطر لاعاده. تحتاج تشخص الحاله عشان تحكم عليها. كيف؟ بالضبط. يحتاج تشخص بالضبط. عشان تعرف بالضبط يحتاج تشخص. طيب. وانا ارجو انه الاخ امام الجميع زين. يمر علي او وكل من هم في حكمه كل شخص مثله وكل شخص في حكمه. طيب ناخذ ابو عبد الله، الحاله اللي طلعت معنا في اول تقرير يقول انه سنه ما اعطوه موعد. ابو عبد الله تفضل. سم طال عمرك ابو عبد الله، يعني انت تقول الان ما عاد تشوف ضباب بس
هل السبب طول المواعيد او خطا طبي او انه يعني هذا المرض عندك من زمان وتاخروا عليك بالموعد؟ انا اقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. اول شيء انا عندي عيوني. ايه اخذت لي خطاب من الاماره. جبت خطاب من الاماره ورحت المستشفى. وش كان التشخيص؟ رحت المستشفى اخذوا طبعا مني شو اسمه ذا يعني شافوا الموضوع يعني شو اسمه ذا كشفوا علي كل شيء. وهذا ابو عبد الله هم قالوا لك روح جيب خطاب من الاماره؟ نعم هم قالوا لك؟ ايوه هم قالوا لي لما خلصت السنه انا الان. أيه؟ لما خلصت الان قالوا جيب خطاب ثاني. قالوا جيب خطاب ثاني بعد. جيب خطاب ثاني بعد وجبنا لهم الخطاب الثاني. اي نعم. ولما سوى العمليه طال عمرك. اي اخذت يمكن سنه قبل خلق على الانتظار. متى؟ قال اذا اتصلنا عليك تعال. بالاتصال. نعم بالاتصال. اي نعم. فعلى كلنا سوى فيها عمليتين. اول عمليه تمام يقولون عندك ال شو اسمه ذا انفصلت انفصال في الشبكيه ولا ايه. وبعدين رجعوا ثاني مره كشفوا قالوا بنسوي لك عمليه ثانيه. ايوه سووا العمليه قلت كم يعني ها قلت طيب كم استغرق لها كم استغرق شو اسمه كم يعني قالوا 1% النجاح. ايش اللي 1%؟ قال والله معتمد 1%. طيب الان متى اعطوك الموعد؟ ما عاد يعني اشب مره. طيب اذا سمحت خليك معنا ابو عبد الله خليك معنا لو سمحت. دقيقه دكتور تكفى الله يخليك يعني هذه نقطه لازم نوقف عندها شوي. انت قلت انفصال الشبكيه هذه من الامراض ال17 اللي يتم علاجها بدون خطاب من الاماره. صحيح. الرجل ألزمتوه يجيب خطاب من الأمارة. نعم ويجيب خطابين. طيب جاب خطاب المرة الأولى. جميل طيب. ليش تلزمون يجيب جميل خطاب جميل مرة ثانية؟ جميل. الناس ما عندهم مصايب. جميل جميل. كلامك جميل. إذا كان. أنتم شخصين انفصال. جميل. أنا بعطيك الآن الإجابة. ايه؟ طبعاً أشكر الموعد أرسل لي أوراق الأخ عبد الله. أول شيء ايه؟ عبد الله فعلاً إحنا يهمنا أمره والمريض مهم عندنا. أبعطيك بس موجز بسيط عن ايه؟ عبد الله بالضبط عشان نتخيل الموجود. ممتاز. الأخ عبد الله وهذه أوراق عندي بعد أظنها تابعة. جميل الأخ عبد الله جاء في نهاية 2010 للعيادات الأولية. زين. وتم الكشف عليه من استشارة العيادات الأولية وحدد له موعد في الشبكية وكان عنده السبب طبعا السكر مسبب انفصال اسمه تراكشنال ريتينال ديتاشمنت اللي هو عبارة عن انفصال تكمشي في الشبكية. طيب زين. تم فعلا خلال شهرين بالأوراق شافه الطبيب الشبكية. بدأ بالعلاج وبدأت العلاج بسلسلة واحد عملوا له ليزر ثم بعد ذلك عملوا له إبرة داخل العين. بالعمليتين. أي نعم إيه؟ عملوا له إبرة داخل العين بعد ذلك عملوا تهيئة لها عملوا له عملية إعادة الشبكية لوضعها في الانفصال. وإحنا كل هذه الفترة في سنة ونص. بعد ذلك صار برضو الانفصال لا زال موجود وعيدت له العملية ثانية للعين وتم إعادة الوضع الشبكية بوضعها. طبعا أنا بتوقف على النظر ثم بعد ذلك تابع. الأخ عبد الله كان عنده موعد وفقده في 12 أغسطس في رمضان. كان عندك أبو عبد الله موعد في رمضان ولا رحت له؟ تقريبا كذا ولا ما نمتكد. أي طيب كلموك ولا ما كلموك؟ أنا كلموني. أي في رمضان قالوا تعال. إيه كلموني في رمضان. ورحت لهم ولا ما رحت؟ ورحت لهم. يقول جاك هذا معلش كلموه يمكن معلش انا اقدر الاخ عبد الله بس هذا هذا طبعا في نقطتين بضيفها هنا وبرجع مره ثانيه للتشخيص. جاء في رمضان طبعا المستشفى حريص اذا كان تبغون حريص المستشفى ايوه انه كل مريض يفق طبعا احنا عندنا قوائم انتظار طويل. المعد الحين قال لي معلومه منصور ابو عبد الله في احد وداك للموعد ولا ما كان عندك احد؟ بالنسبة في رمضان ايه موعد رمضان ولا الموعد الاخير هذا؟ لا موعد رمضان رحت لهم ولا ما رحت العيادة؟ والله انا في البيت ما عاد ادري بالضبط. طيب انت قلت للاخوان ان ما كان عندك احد يوديك. طيب ابو عبد الله ابو عبد الله خلينا معنا انا اقدر ابو عبد الله وربما انا نسي الموضوع. طيب لان في حالات اخرى ودنا نناقشها. لا جميل بس ايه؟ بس مهم جدا لانه هذه نقطه مهمه جدا ايه؟ الان كان عند ابو عبد الله موعد. النقطه اللي انا حريص عليها في النقطه هذه احنا طبعا يوم يجيني عندي قوائم انتظار ومريض يفقد موعد انا اخسر ك
كمستشفى والمريض هذا يخسر موعده والمريض الثاني اللي افترض يجي محله يفقد معرضه. وفي رسالة واضحة أنه أرجو أن الاتصال قبل الموعد. طبعا النقطة اللي مهمة جميلة جدا في المستشفى وهذا أتمنى أنها طبعا وأرجو أنها تكون موجودة، أي طبيب يفقد موعده الطبيب الاستشاري المشرف يفتح الملف ويسجل، لأن ربما المريض هذا فاقد أول موعد العمليات، يسجل متى يستحق موعد بعد العملية، متى يستحق موعد القادم. طيب هذا المريض فقد موعده وكتب عليه الطبيب. طيب عبد الله خلك معنا احنا نودعك الآن بس خلك معنا شوف. طيب فكتب له موعد بعد شهرين. طيب. الآن عطته موعد الآن. حدد له موعد في الشبكية وحدد له موعد في، وهذه الموعدين موجودة. لكن النقطة اللي جميلة إن أنا ودي بس في نقطة معلش عشان ختم حالة وعبد الله. لا بس جميل جدا لأنه أثار موضوع 1%. طبعا إحنا أطباء والطب لا يستطيع أن ينهي معاناة الناس. يوجد حسب منظمة الصحة العالمية 38 مليون حالة في العالم فقد البصر. طيب من الأسباب الرئيسية هو مرض السكر. طيب. وفي امراض اخرى ما زال وغيره، فانت تبذل السبب لكن لا تستطيع ان تعيد، يعني يقولون والله ممكن 1% وغيره، انت تبذل اقصى شيء ممكن ولكن العلاج بيد الله. بس هذه نقطه مهمه جدا. طيب النقطه اللي ما جاوبتني عليها وهي اهم شيء، هي اللي تعب الناس يا دكتور. نعم. هي اللي تعذبهم، مو بكل احد قادر يجيب خطاب من الاماره عشان انا ارجع يا رجل، هو حالته انفصال في الشبكيه وانت تقول هذه من الامراض اللي تعالج بدون خطاب. صحيح. خليتوه يجيب خطابين. صحيح. مو خطاب واحد. معليش هل ليش الخطابات؟ جميل. انا ربما يكون تصرف، انا اقولها لك من الان، انظمه المستشفى التي اقرت ووضع فيها عشان النظام ما يطبق يا دكتور. معليش انا اقول لك انظمه المستشفى امام الجميع في نقطتين بقول لك عليها. الاولى، واحد، انظمه المستشفى انه اي واحد ضمن أهلية العلاج يتم علاجه على وزارة الصحة، لا يوجد في حاجة اسمها أوامر إلا للغير السعوديين. طيب الآن قائمة الأوامر وش تفسر هالشيء دكتور؟ أنا أعتقد أنه لو أنه الأمر، شوف دكتور أبغى أقول لك شغلة، يعني أنت تدرك وتعرف تماما شخص مريض جاي بيعالج تقول راح جيب خطاب من أمارة؟ أنا معاه. تدرك يعني عبئها النفسي عليه؟ لا بس أنا أعطيك نقطة ثانية. أنا أبغى اللي أطلبه من المريض أنه يجيب لي تقرير، التقرير أقول لك سببه. التقرير لأنه يحال للجهة، الطبيب ربما أنه يكون من الأعداد الموجودة وممكن يحال للعلاج التخصصي، لكن ليس ملزما أن يتم طلب أمر علاج ما عدا غير السعوديين، لأنه الضغط علينا لابد يجيب أمر من المقام السامي أو من اللجنة الطبية العليا عن طريق الوزارة. لكن أنا أكرر بالنسبة لغير السعوديين، بالنسبة للموظفين المرضى السعوديين إذا كان ضمن نتمنى تلغون هذه العقبة اللي وقفت دون علاج الناس. جميل. جيب خطاب من أمارة. جميل. مو بكل شخص قادر. أبدا بالعكس إحنا لا نؤيد. وهذه للأمانة يعني هذه ممكن تخالف أنظمة الدولة. الدولة كفلت للمواطن حق العلاج بدون أي صحيح. أي عبء أو مسؤولية. صحيح. أو حتى يتكلف. صحيح. أمور أخرى. هذه مخالفة. أنا أتفق معك وإنه كانت موجودة الشيء هذا، لكن أنا أقول إن شاء الله تنهونها. هي الآن صادر فيها قرار بدون أدنى شك. طيب ناخذ معنا اتصالات. أبو محمد تفضل. مرحبتين. يا هلا أبو محمد تفضل. أولا أشكركم على البرنامج العفو وعلى الجهد اللي أنتم تبذلونه. أنا حاب أتكلم عن مشكلة لولدي حصلت عام 2001 في المستشفى، ولا زلنا نعاني من المشكلة وأثارها إلى حد يومنا هذا. وشي؟ اللي هي أنه أصيب الولد بعد ولادته بمرض الجلوكوما. فرجعنا المستشفى، بعد ما رجعت المستشفى جري لي عملية بعدها بأسبوع تقريبا عند الدكتور عبد الله القرني. بعد فترة الدكتور عبد الله القرني مباشرة يعني بعد العملية بأسبوع أو أسبوعين تقريبا انتقل من المستشفى، فحولنا إلى دكتور ثاني آخر اسمه خان. هذا باكستاني من أصل بريطانيا أو أمريكا أو كذا. الحاصل أنه الدكتور خان كان يسجل في كل مراجعة للمراجعات الطفل أنه كشف عليه الانفصال الشبكية اللي هو الكشف على الشبكية. بينما بعد 3 سنوات اكتشفنا أن الشبكية عند الولد مكسورة من 2، وبعد ما اشتكيت أنا وصارت مشاكل واوا إلى آخره، في الأخير أدرك أنه قسم الشبكية في المستشفى يقرر استئصال العين من مكانها، فعن طريق الدكتورة شو اسمها إيمان القحطاني. أي نعم. الشاهد أنه بعد شكوى وكذا قررت لجنة من قبل مدير المستشفى عن طريق واسطة وتدخل ناس وكذا وإلى آخره، شاهد وصلنا إلى حل أنه تبقى الشبكية على تبقى العين على وضعها وتحقن بماء سائل لأن الشبكية انفصلة فأصيبت بضمور. فبعدها سافرت لألمانيا لعلاج الولد. زين. يوم رحت لألمانيا اكتشفت أنه أصلا القرنية مستأصلة من العين،
طبعا خبرني بالكلام ذا الدكتور في ألمانيا، الكلام ذا من 4 سنوات بعد ولادته، والقرنية مستأصلة. فجيت أبغى أتكلم مع الدكتور، الدكتور نهائيا ما في حل يعني على الوضع بالشكل ذا. الوضع جدا سيء يعني، ما عومل كمعاملة طبية صحيحة. طيب المستشفى ميكاد العيون. فهذا الوضع بشكل مختصر يعني. طيب بيرد بيعقب عليها الدكتور. طيب انا حقيقة انت تتكلم عن احداث صارت من 91 لها 20 سنة وتخرج 2001 يقول. لا 2001 ولا 2001 ابو محمد 2001 2001 قبل 10 سنوات. طيب انا اعتقد انه لو سمحت مع الاخوان انا ما استطيع اني انا اعطيك النقطة اللي مهمة جدا. لا يمكن ان تكون القرنية غير موجودة لسبب بسيط جدا. العين عبارة عن كرة، العين عبارة عن كرة، لابد أن تكون مغلقة. موضوع أن القرنية مثلا صار في ضمور في العين وضمرة العين شيء وارد، لكن لا يمكن أن تستطيع أن تشيل القرنية لأنه هي عبارة عن كرة تماما، لا يمكن تكون مزالة. وأتمنى أساس أنه طب أنا محمد وش تتوقع أنه يعني شالوها في المستشفى؟ استوصلت في مستشفى الملك خالد للعيون إيه؟ واكتشف الكلام ذا في ألمانيا عند الدكتور موجود، التقارير حقت مستشفى الملك خالد للعيون خطأ طبي يعني خطأ طبي واضح. هل وضع بديلها قرنية؟ هل استوصلت القرنية لعتامة فيها وضعت قرنية؟ وضع لها قرنية أخرى من متبرع في ألمانيا. لا بس قصدي في المستشفى، هل إنهم كان في عتامة وأجريت بعد يعني إنه أحياناً بالموية الزرقاء طبعاً تسبب عتامة في القرنية وتحتاج أن تجري زراعة قرنية. السؤال هل إنه أجري في المستشفى زراعة قرنية؟ إذا أجري أو إنه هذا، أنا أرجو إنك طبعاً أنت تتكلم عن أشياء ممكن قديمة ليست في وقتي، أرجو أن تعطيني رقم الملف. تعطيني رقم الملف وأنا سوف أتواصل معك. أعطيني رقم الملف وأنا سوف أتواصل معك شخصياً. منصور طلحة سجل تكفى رقم الملف عشان نعطيه الدكتور. أول الرقم وسوف أتواصل معك شخصياً. طيب. نبغى نحكي عن الوضع الآن. أنت تقول في أكثر من 18 لجنة طبية كلها تصب المرضى عندكم. صحيح. في ازدحام. صحيح. وأمراض العيون تزداد. صحيح. وش الحل؟ الحل الآتي. طبعاً الوزارة وضعت استراتيجية قصيرة المدى واستراتيجية طويلة المدى. عشان كذا بدأنا نخفف قوائم الانتظار. الاستراتيجية قصيرة المدى زي ما قلت لك إعادة الهيكلة والمتابعة. فتح عيادات مسائية الآن. أيه؟ فاتحين عيادات مسائية للمرضى من قوائم الانتظار. متى بدأت العيادات المسائية بدأت تشتغل؟ من قبل سنة وشهرين. ممتاز. أيه؟ تخفف الضغط. بالتأكيد هذه. بالتأكيد. أيه؟ وطبعا عندي أيضا إحصائية في معدل تقريبا إلى 150 أيه؟ مريض في اليوم. يعني اليوم مثلا عندي أيه؟ 6 عيادات وفيها 100 و105 مرضى، وهذه أيضا مسجلة العيادات. وأيضا المرضى ذولا يأتون نفس مرضانا نفس مواعيد المستشفى والعمل من 4:30 إلى 7:30. طبعا في المقابل هذا الطبيب والموظفين يأخذون أوفر تايم لتخفيفهم. الحل الآخر أنه أصبحنا أنه نزور المناطق اللي فيها أكثر تحويل واللي فيها أقل أطباء عيون، فأصبحنا نرسل أطباء للمناطق يعملون على مدار الساعة. أعطيك الأسماء، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، حفر الباطن. أطباء استشاريين للمستشفيات. نعم. وانطلق هذا المشروع من قبل سنة، أرسلنا أطباء في البرنامج التخصص الدقيق لزيارة المناطق، 5 مناطق. والآن في الوقت الحالي وأنا أتكلم معك يوجد 4 أطباء بأسماء في المناطق الموجودة. النقطة الثالثة وهي الأهم اللي هي الاستراتيجية الأبعد الآن. سوف يتم إنشاء 4 مستشفيات للعيون ضمن المدن الطبية تخصصية كلها زي مستشفاكم. نعم ضمن المدن الطبية والمستشفيات. الآن في مدن طبية قائمة الآن، واحدة في المنطقة الشرقية تغطي المنطقة الشرقية كاملة، واحدة في الشمالية وبما فيها قسم العيون، واحدة في الغربية، واحدة في الجنوبية. وبالتالي هذه المناطق لا تتكلم عن فقط قسم عيون، هي يعني هي مستشفى عيون زين. مستشفى أورام. طيب. يعني المنطقة طيب بدل ما يتحول إلى الرياض يصير المريض يتحول طيب. إلى منطقته. طيب الطوارئ عندكم وش مشكلته؟ الناس يجلسون 8 ساعات 10 ساعات بعضهم 12 ساعة. جميل. أين المشكلة في الطوارئ عندكم؟ يوجد حقيقة مشكلة في الطوارئ، والآن بدأ التعامل معها. طبعا الطوارئ هي مرتبطة بطول المواعيد، إذا كان المواعيد طويلة بالتأكيد المريض يضطر أن يأتي للطوارئ. طيب فبالتالي انت حينما تحل المشكله هذه اوتوماتيكيا وتتفرغ المشكله. الناس يجون طوارئ مو عن طريق المواعيد، يجون حاله طارئه اجتهم مرض. جميل جميل جميل. بس انا اتكلم عن يعني لانه اصبح عدد كبير جدا لديهم ملفات، فبالتالي انت تدعم. فاذا حليت مشكله المواعيد حتحل بنسبه كبيره. طبعا الطوارئ مشكلتها الاتي،
حينما يأتي الطبيب المريض للطوارئ يتم فحصه من استشاري والموجودين في الطوارئ، ثم إذا يحتاج المريض يحول إلى الاستشاري المتخصص. وين النقص بالضبط؟ أنا أقول لك كان القضية أنه يصير في تأخير من طبيب الاستشاري المناوب. يعني النقطة اللي أنا ببينها هنا كل الاستشاريين الموجود عندي في التخصصات الدقيقة يوجد طبيب متفرغ للطوارئ تماما، يعني لا يوجد عنده اي عيادات في الاسبوع ولا عمليات، جدوله في الاسبوع ذاك مغلق. يكفي واحد؟ معلش لا يكفي في كل تخصص. الشبكيه عندي اثنين، واحد علاجي طيب ميديكال، واحد جراحي. طيب احيانا يجي الطبيب، احيانا يجي المريض وطبيب الجراحه هذا مثلا في العمليات مثلا فاذا صار هو موجود في العمليات بدل العمليه احيانا تاخذ 3 ساعات العمليه. طيب وبالتالي ينتظر المريض. الان احنا جبنا بديل، يعني يكون واحد موجود وفي اللي باك أب له، وإن شاء الله أن الحل حيبدأ قريبا بإذن الله تعالى. طيب النقص وين؟ النقص اللي الآن خلى الناس ينتظرون. أنا ودي تقول لي يعني إحنا نشكر حضورك ونعتز بالمستشفى يملك من الكفاءات ومن المعدات ومن الأجهزة صرح وطني، لكن ما يمنع أن ننتقده ونناقش السلبيات. بالعكس بالعكس أنا الناس يسألون يقعدون 10 ساعات في الطوارئ، قل لنا وين النقص عشان الناس. أنا أعتقد هي حينما ينتظر الطبيب أنا أقول كان في نعم أنا أعتقد كان في خلل في طريقة انتظار الاستشاري المتخصص، بمعنى أنه الاستشاري يكون في العمليات، أنا ما يفترض أني أنا أنتظره لين يخلص العمليات. يجب أن يكون عندي استشاري آخر يشوف الحالة إذا تحتاج لها دخول، وفعلا هذه حقيقة موجودة والآن بدأ حلها أيضا في بإذن الله تعالى. أنه حنعمل الآن نظام بحيث نضع حد معين، مثلا طبعا فريق من الطبي يحددها كم ساعة يجب، بعد كذا يكون في ألارم أحمر أنه المريض هذا متجاوز الحد. أين السبب؟ بس كبروا الأرقام، لأن في شكاوى تقول أرقام الانتظار عند العيادات أرقام صغيرة وكل اللي عندكم صحيح. مرضى في العيون صحيح. كبروا الأرقام شوي. متفقين مع الملاحظة؟ أيوة جدا. كويس. طيب ناخذ حنان من جدة، تفضلي حنان. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساء الخير. الله يمسيك بالنور، تفضلي. لو سمحت الله أولا بشكركم على تغطيتكم لهذا الموضوع المهم. العفو. وبشكر دكتور عبد الله الطويرقي على استجابته لهذا الموضوع. بس أنا حبيت أتطرق لمسألة صرف الدواء في الصيدلية. يعني أنا واحد أعرف شخصيا يقول جيت أبغى أصرف الدواء. وقال صاحب الصيدلية والله دي منها موجودة سنتين فقط ونصفها لفئة في آي بي فقط. الفي آي بي؟ في آي بي نصفها دول الفئات فقط. أصبري يعني أصبري أصبري تكفين حنان، حنان أصبري شوي. اللي قال لك الكلام هذا وين فيه؟ وين يشتغل فيه؟ في صيدلية المستشفى؟ لا هو مريض، هو مريض. مريض اللي قال لك الكلام؟ أيوة أعرف مريض هو قال له هذا الشيء صاحب الصيدلية. صاحب الصيدلية اللي في مستشفى الملك خالد تخصص العيون. ايوه والشيء الثاني يعني انا نفس المواعيد يعني الطويله هذه، ومجرد الواحد ما يكون عنده واسطه والله يتقدم بشكل يعني يكون بعد اسبوع موعده بالواسطه هذه. يعني كيف جات هذا القصه؟ كيف جاء الموعد ده إذا عنده واسطة؟ جميل، ممكن أعلق عليها؟ طيب حقيقة أشكرك. في أدوية في آي بي؟ أشكر. لا يوجد حسب أنا أقول معلش، هل تحجز أدوية في آي بي؟ أبدا. أنا النقطة اللي مهمة جدا، هل من أعطى المعلومة يقصد بإساءة ولا هي حقيقة؟ طيب أنا أقولها الآن، لا يوجد طبيب في المستشفى مخصص للفي آي بي، ولا يوجد علاج مخصص للفي آي بي. ربما يكون في علاجات معينة مثلا لحالات معينة ليس لا تنطبق على الناس، أو ربما مثلا في واحد مثلا عنده حساسية جدا من قطرات باللي فيها بريزرفاتيف. لكن أنا أكد وأتمنى أتمنى أتمنى أيا كان بالضبط. أنا لا أنا أرجو إذا كان الأخت ولا الأخ هذا رجاء يعطيني اسم هذا الشخص ومتى قال الشيء هذا. بدون أدنى شك لن نقبل بهذا الشيء، ولا حتى اللي هم الفي اي بي يقبلون. طبعا بالموضوع المواعيد احنا نتعامل بدون أدنى شك مع موظفين. طيب وبالتالي انا لا يمكن ارضى، واحنا الان حندخل في الملف الالكتروني، انه المريض ما راح يحتاج انه يدخل يدوي. ان شاء الله نتمنى نشوفه بافضل حال ان شاء الله ولا تتكرر هالامور. يعطيك العافيه دكتور عبد الله الطويرقي مدير مستشفى الملك خالد تخصص العيون، شكرا لك. ما اشكركم على الاستضافه واشكر الاخوان، واود ان نضيف نقطه واحده. الوقت انتهى. انتهى. شكرا. يعطيك العافيه. بارك الله فيك. شكرا. النافذه الثانيه، التجاره تمنع شركات تأجير السيارات والتقسيط من طلب بطاقات العمل.
التجارة تمنع شركات التأجير والتقسيط من طلب بطاقة العمل. منعت وزارة التجارة والصناعة شركات التقسيط وتأجير السيارات والنقل الجماعي والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود والاستراحات من طلب بطاقات العمل العسكرية والمدنية بغرض تصويرها، واستندت الوزارة في برقية عاجلة بعثت بها إلى مجلس الغرف السعودية على تقارير من قبل الجهات المعنية، وأمرت الوزارة بالاكتفاء بتصوير بطاقة الأحوال المدنية ورخصة القيادة دون طلب أي إثبات آخر، مشددة على عدم تجاوز ذلك. كانت شركات التقسيط تشترط من أجل إتمام المعاملات متطلبات حول حجم راتب المستفيد من الخدمات التي يقدمونها وعدد سنوات خدمته ليحصل المتقدم على ما يريده من خدماتها، ويعتبر إجراء الحصول على بطاقة العمل من أهم المستندات. من جهة أخرى، أبدى عدد من المستثمرين في مكاتب تأجير السيارات امتعاضاً من هذا القرار الملزم، وأوضح البعض أن هذا القرار يسهم في تعريض شركات قطاع تأجير السيارات لخسائر قد تؤدي إلى إغلاقها في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعاني من عدم قدرتها على تحصيل ديونها المتعثرة من العديد من المستأجرين المماطلين والعابثين حسب وصفه. ما اشتغلناش بيه خالص، ما قدرش يطلع سبب المنتجات عمل بصراحة يعني. في قرار رسمي ومنشور رسمي وصل، ما وصل الشركة، كل اللي كان بيتينا هو سماع بعدم تصوير بطاقة العمل، لكن كل اللي كان مطلوب منها وقتها يقول لك خد البيانات اللي موجودة على بطاقة العمل ولا تصورها، لكن كمنشور رسمي وصل ما وصلش بشيء زي كده. والله لحد الآن ما جانا شيء ولا أعرف عنه حاجة يعني، ما شفته ولا مش أي قرارات. عندنا تعليمات لازم بطاقة العمل، هناك أشخاص يفحطون ويستأجرون بطاقات العمل الخاصة بهم ويعطونها أشخاص ثانيين يفحطون لقيادة السيارات التي بأسمائهم. وكذلك أيضا أنا شخصيا أنا معاناتي أني معي بطاقة عمل ولا أستفيد منها، بحيث لأنها مكتوب فيها سايق، لما تروح للمحلات الصغيرة ما يلا قال لي محل واحد، ولكن ما يقبلوا كلها محلات تأجير كبيرة، محل محلين، وأنا الآن من يوم دخلت لين وصلت المحل ما لقيت ولا محل يأجرني. بطاقات العمل أنا أشوفها صعبة، يعني في بعض الدوائر الحكومية ما تعطيك بطاقة عمل، لما تروح تطلب إثبات عمل تقول بأجر سيارة يقول لك أنا ما أستطيع أن أعطيك إثبات عمل إنك عشان تستأجر سيارة. أنا أشوف يعني بطاقة الأحوال كافية. تجينا ورفضونا تو عشان بطاقة العمل، ولا صار ذلك مشان بالنسبة أسبوع تطبق النظام وما صار. فكرة الأحوال الأمر بالنسبة لنا مثلا كشغل منضبط 100% مش فرق معانا ناخد البطاقة أو ما ناخدش البطاقة. طبعا بطاقة العمل مهمة، من أهم الضروريات طبعا بخصوص مسائل تأجير السيارات. طبعا بطاقة العمل هي على أساس إن هي مرجع الصاحب الحلال نفسه، صاحب المكتب التأجير، أساس لا قدر الله صار أي شيء مثلا زبون جي رملك السيارة قدام المكتب، وين يتراجع لو ما خدش بطاقة العمل؟ وأوضح بعض المواطنين أن بعض الجهات المقصودة بهذا القرار لا زالت تطلب بطاقة عمل المستأجر غير آبهة بهذا القرار. القرار صدر وبعض محلات تأجير السيارات لم تلتزم بهذا القرار. علي السلوم معنا وهو نائب رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية. أستاذ علي، برأيك ليش بعض محلات تأجير السيارات ما التزمت؟ لا زالوا مصرين ويبغون بطاقات العمل. مساك الله بالخير أخ عبد الرحمن. هلا، باختصار. الصحة والعافية. تفضل يحفظك. هذا القطاع وهذا النشاط الحقيقي لما ننظر له أخ عبد الرحمن في عملية الاستثمار يعني لا يستهان به. هناك سلبيات من هذا القرار، في سلبيات وهناك إيجابيات. أي لما نبغى نتكلم عن السلبيات باختصار وإذا سمحت لك نقاط استدعي، اللي عدم التعرف على المستأجر، وهذا في ضياع حقوق الكثير من المواطنين أو المستثمرين بالذات. تمام يا عبد الرحمن؟ أي نعم معك، تفضل. ضياع الكثير من الأجور. الشيء الثاني أنه مع الأسف أنه يعني ما في التزام من كثير من المواطنين، وأنا مستثمر مثلا لا يمكنني أنا بأجر سيارتي ثم يأتي شخص ويضعها في أي شارع
طيب استاذ علي، في ناس ما يشتغلون، يعني في ناس متقاعدين، في طلبه يبون ياخذون سيارات، يعني هل الشرط هذا يمنعهم من الحصول على حقهم؟ يبي يستاجر سياره بيروح؟ مو واضح عبد الرحمن، ارفع الصوت. اقول في ناس ما عندهم عمل ويحتاجون ايجار سياره، الشرط هذا يمنعهم من الحصول على سياره؟ ما فيها شك انه ما وضعت الخدمه الا ليستفيد المواطن، ما فيها شك، للراحه ولتسهيل المهمات، وخصوصا المتنقلين ما بين المدن. تعرف من يسافر من الرياض الى جده، او من جده الى الرياض، او من الرياض الى طيب متى تتوقع بيطبقونها جميع المكاتب؟ مكاتب التأجير خاصة متى بيطبقونها برأيك القرار؟ والله أنا ما أدري متى بيطبقونها، لكن يجب في نفس الوقت النظر إلى السلبيات والإيجابيات. يعني يجب أن يدرس الموضوع دراسة حقيقية بحيث كل شخص، يعني كل من الطرفين يستفيد. بترفعون ملاحظاتكم أستاذ علي؟ يا عبد الرحمن، أنت الآن لما تأجر سيارة ما أسمع صوتك. بترفعون ملاحظاتكم لوزارة التجارة؟ كيف؟ بترفعون ملاحظاتكم على هذا القرار لوزارة التجارة؟ ما فيها شك انه ما يمكن هذا لاصحاب الشركات انهم يعني يطبقونه بدون حفظ حقوقه. يا اخي انا استغرب حاجه يا عبد الرحمن. اي باختصار، انا استغرب لماذا نحن في السعوديه اللي ما نطبق الهويه الوطنيه، مع أن هناك أوامر ثانية تنص على هذا الشيء. أنت الآن أحفظ حقوق المؤجر وحقوق المستأجر، هي خدمة تجاوب بين طرفين، بين المؤجر والمستأجر. أما أنك أنت تنظر للمستأجر ولا تنظر للمؤجر، هذا فيه ظلم وفي ضياع حقوق. طيب نتمنى استاذ علي انكم تجلسون مع وزاره التجاره وتوصلون النقاط اللي عندكم. الاستاذ عبد العزيز، او عفوا علي السلوم، نائب رئيس لجنه النقل في الغرفه التجاريه، شكرا جزيلا لك. انتهت حلقتنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.